طيب هنا أسأل بقى مدام ميرفت، احكي لي يا مدام ميرفت بعد إذنك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أهنئ كل أم حصلت على هذا الوسام، وأهنئ كل أم تخطت الصعوبات وتحدت المجتمع في تربية أولادها وتحدت الديون والمصاريف والتعليم والصعوبات اللي في الحياة والظلم من المجتمع. يعني أكيد في حاجات كتيرة جدا عشان الأم تتحملها، فبهنيها على كده. الحمد لله. الحمد لله ربنا من عليا وتوفى زوجي سنة 95 92 95. أنا يعني مرحلة الزواج كنت متجوزة صغيرة وكده. الأولاد ربنا رزقني محمد ويحيى، الدكتور محمد دكتور بكلية اللغة العربية بجامعة الزقازيق، ما شاء الله. الدكتور يحيى حصل على ماجستير آداب المنصورة وكلية أصول الدين، ما شاء الله. أحمد بكالوريوس تربية رياضية وحصل على سنتين تمهيد الماجستير، ما شاء الله. محمد ويحيى باباهم سايبهم في رابعة ابتدائي، خمسة ابتدائي، كانوا لسه رايحين ستة ابتدائي. محمد ويحيى كانوا رايحين ستة ابتدائي، أحمد كان لسه 5 سنين. تزوجت وأنا في سن صغير، ما كملتش مرحلة تعليمي، كنت لسه في أولى ثانوي تجاري. كملت السنتين وأنا متجوزة. بعد ما اتجوزت بسنتين عمل عملية كده، جاله مرض الكبد، ده حوالي 7 سنين 8 سنين مرض الكبد. أنا هستأذنك علي صوتك سنة كمان. ده إنه 7 سنين كده عدوا مرض الكبد. كبد. آه. الله يرحمه. قبل ما يتوفى كنا قاعدين في بيت طين وعرش بسيط كده. المهم تداينا على أساس إن احنا نبني ونصب ومش عارفين، وتوفى قبل ما سد حاجة. تراكمت طبعا عليا الديون، تراكمت عليا تربية الأولاد، تراكمت عليا يعني صعوبات جامدة يعني. بدأت إن أنا أركز مع الأولاد. بعد ما توفى كملت أنا تعليمي، أخدت كلية، قدمت في الكلية وبتذاكر مع أولادي ويذاكروا معايا، أذاكر معاهم وأذاكروا معايا. بدأت أربي طيور في البيت مساعدة، لأن المرتب كان حوالي 250 مش يعملوا حاجة، وكان قعدت 15 سنة أسد فيه. أقول لك يعني عندك الدين بتاع بنا البيت وتربية الولاد. 15 سنة أسد في الدين ده. 15 سنة. سنة ما توفى كنت تاني طبعًا اتعينت بالدبلوم. كان مرتب الدبلومية، كان طبعًا المعاش 250 يروحوا لسداد ال أنا الدبلوم، مرتب الدبلوم مبلغ يعني كده، كنت الحمد لله. طبعًا مش حنكر. رأي مدام حليمة يعني الست المصرية بتدبق، بتعرف طبعًا تمشي نفسها. طبعًا تمام. طبعًا ولدي الحمد لله كملت تعليمي الأخرى، خدت بكالوريوس كفاية إنتاجية وسويت، وأصبحت دلوقتي ماسكة مديرة إدارة خدمة المواطنين شكاوى بإدارة الحسنية التعليمية. ده امسك الخشب دي مش تخبيطها علشان حاجة. ده بالظبط قوي كده، اللي هو إيه؟ مش عارف أقول لك إيه، كملي ما شاء الله. الولاد طبعًا حصلوا على المناصب اللي هم فيها. الله أكبر. بعديها بدأت مرحلة طبعًا كبروا، بدأت مرحلة الزواج. الدكتور محمد اتزوج ومعاه 3 4 أولاد. ما شاء الله. الكبير في 6 ابتدائي. ما شاء الله. الدكتور يحيى اتجوز ومعاه برضه ولد وبنت. ما شاء الله. والحمد لله وعايشين معايا. طبعًا نظرة المجتمع أذتني كتير، أذيت من ناس كتير. إزاي؟ طبعًا واحدة سنها صغير 26 سنة وأرملة، وجوزها توفى، ويعني والظلم في الحياة، ظلمت كتير، ظلمت من المجتمع كتير خالص خالص خالص. بس الحمد لله ربنا عوضني خير. الحمد لله ربنا كفاني وعوضني خير. الحمد لله والشكر لله.